لا تزال ألعب الفانتازيا بولاية الأغواث، لا سيما أوقات العطل والمناسبات السعيدة. تصنع الفرجة والمتعة وتلقين الموروث الثقافي المستوحى من أصالة وتقاليد سكان المنطقة. والعينة التي وقفت عليها الشروق نيوز ببلدية العسافية المجاهدة. بلدية العسافية في هذا المهرجان التقليدي، نحن وسكان ولاية الأغواط نربي أولادنا على ركوب الخيل ونورثها أبا عن جد. هذا موروث ثقافي وتقليدي، العادات والتقاليد ورثناها على أجدادنا، ونحن نواصل فيها إن شاء الله ونحمل المشعل لكي لا ينقطع هذا التراث القديم الذي ورثناه الآن، ورثه لنا أجدادنا. الفرشية هذه راها عند جدودنا، درها خلوها لنا بوياتنا وخلوها لنا جدودنا وخلوها لنا ورا نحيو في الذكرى وخلوها للاجيال السعيده هذه. من حياه من جد لجد ورانا مخلينها لوليداتنا ورانا نخدموا فيها من واحد لواحد. انا خليها لي بوي وانا خليتها لابني راه هنايا وراك معايا يقول له حليل سعد. والمؤكد أن أطفال الجهة تعلموا الدرس جيدا بل وحفظوه، وكلهم اعتزاز بالهوية الوطنية. احنا يا شباب الجزائر ان شاء الله نديروا كما جدادنا ونشدوا عليهم التراث ونشدوا المشعل ونركبوا فوق الخيول، وان شاء الله الله يرحم الشهداء ويرحم كل شهيد اللي حارب على الجزائر. وتحية الجزائر. تحية الجزائر، تحية الجزائر، عاونوني انتم، تحية الجزائر. الحمد لله يا ربي، ورانا وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأفرار. لتبقى مثل هذه المشاهد التي تعبر عن هوية وشهامة الفارس العربي الأصيل، تصنع جماليات الموروث الثقافي على أن يبقى بمثابة ذكرى حية لا تموت ولا تنسى.